السلام عليكم. اذا بالنسبه لدرس ديال الحركه والسكون، بالنسبه اذا بالنسبه للجزء الميكانيك كندرسوا مثلا جسم صلب، الوصف ديالو اما يعني كتكون يعني الحاله ديالو في حاله حركه ام حاله سكون. اذا نقول ان الجسم في حاله سكون اذا تغير موضع، اذا يعني الجسم يكون في حاله يعني يكون في موضع، عندما يغير موضع ديالو من موضع الى موضع اخر فإن الجسم في حركة، وإذا بقي في موضعه فإنه نقول أنه في حالة سكون. إذا نأخذ مثال تالي، مثلا على الطريق توجد حافلة فيها شخصان، شخص A جالس والشخص B جالس والشخص A يتحرك داخل الحافلة. على الطريق يوجد شخص C وشجرة، إذا منح الحركة، هذا يسمى يعني السهم متجه يعني منح الحركة. إذا بالنسبة للجدول سنبدا الجدول التالي، الجسم عندي الشخص A الشخص B الشخص C، والمرجع في والأمر نقول هو الشجرة. الشجرة الحالة ديالها هي حالة سكون بالنسبة للأرض، والحافلة في حالة حركة بالنسبة للأرض. إذا الحالة ديال الشخص A، الشخص A يكون في ماذا؟ في حالة حركة بالنسبة للشجرة. الشخص B نفس الشيء، كلاهما في حركة، بينما الشخص C لا في حالة سكون بالنسبة للشجرة، لأن المسافة بين الشخص والمرجع تبقى ثابتة. بالتالي فالشخص في حالة سكون، بينما المسافة بين الشخص A أو B أو حتى الحافلة تتغير، يعني مسافة بينهما وبين المرجع تتغير. إذن الحافلة الشخص A والشخص B في حالة حركة. إذا أخذنا المرجع في هذه الحالة هو الحافلة، الحافلة في حالة حركة. إذا حالة الشخص A بالنسبة للحافلة هي حالة حركة، بالنسبة للشخص B فهو في حالة سكون. بالنسبة للحافلة الشخص A داخل الحافلة يتحرك، إذا فهو في حركة بالنسبة للحافلة، بينما الشخص B داخل الحافلة جالس، إذا فهو في حالة سكون بالنسبة للحافلة. لماذا؟ لأن بالنسبة للشخص A المسافة بينه وبين مثلا واحد النقطة من الحافلة تتغير، إذا في حركة، بينما الشخص B داخل مثلا نقطة من الحافلة فإن المسافة بين الشخص B وتلك النقطة من الحافلة لا تتغير، بالتالي فهو في حالة سكون. أما بالنسبة للشخص C فهو في حالة حركة بالنسبة للحافلة، لأن المسافة بينهما تتغير مع الزمن. إذا نقول أن الحركة والسكون يتعلقان بالجسم المرجعي والمرجعي، وبالتالي فإنهما مفهومان نسبيا، والنسبي ضده المطلق، والمطلق هو الذي لا يتغير مع متغيرات المحيط، الزمن والمكان إلى آخره. دونك بالنسبة للحركة سي لو موفمون، بالنسبة للسكون سي لو روبو، بالنسبة للمرجع سي لا ريفيرونس، سي لو ريفيرونسيال أو لو كور دو ريفيرونس، وبالنسبة للوصف لا ديسكريبسيون دو كور، بالنسبة سي سو تروف دونز ان إتا دو موفمون أو دونز ان إتا دو روبو إكسيتيرا. دونك هادو هما المفاهيم سكيل فو سافواغ في البداية، من بعد نمشيو مفهوم ديال المسار، مفهوم ديال نوع الحركة وطبيعة الحركة إلى جانب مفهوم السرعة المتوسطة وإلى آخره. دونك جو ماريت إيسي.